اهلا بكم مجددا، معكم نوراس واهلا بكم بفيديو جديد من موضوعات جافا سكريبت. فللتحديث بشكل سريع او للاعلام عن الموضوع بشكل سريع، ان هذه السلسله من الفيديوهات موجوده ضمن مسار اسمه موضوعات جافا سكريبت عامه، وفيها يمكنك ان تختار فيديوهات لتشاهدها، وبالتالي لا تشاهد بالترتيب، فقط يمكنك مشاهدة الفيديو الذي يفيدك وتريد أن تتعلم عنه. فإذا بدأنا موضوعات إضافية الآن، وفيها سأتحدث عن شيء متوسط الصعوبة، يعني ليس صعب وليس سهل، شيء متوسط الصعوبة لكنه مفيد في مسيرتك يعني. فالآن اليوم الشيء الذي سنقوم به هو التالي، هو أريد منك أن تذهب لأي مكان من ملفاتك وتنشئ ملف اسمه index.html وتضع فيه HTML عادي جدا، بسيط جدا، HTML head tag body tag، وأغلق ال HTML انتهينا. أيضا أريد منك أن تقوم بالربط ال HTML الذي لديك بسكريبت جافا سكريبت من خلال هذه الطريقة، وقم بإنشاء السكريبت بنفس المسار وقم بالوصل معه. فإذا أردت أن ترى مثلا هنا، ستجد أن سيكون لديك ملف اسمه index.html، بنفس المكان ستجد ملف اسمه script.js. هذا الملف سيكون فارغ، يمكن أن تكتب فيه console.log length حتى تأكد أن تم الربط فيه. وأيضا أريدك أن تفتح ملف index بالمتصفح، فمجرد فتح الملف بالمتصفح وفتح الكونسل بهذا الشكل، فإذا inspect وكونسل ستجد أن الملف linked، واضح؟ فهذا شيء جميل جدا وجيد جدا. والآن يمكننا أن نكتب كود هنا. ما هو موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم هو عن recursive function، أو الفانكشن التي يتم استدعائها بشكل ذاتي. وماذا يعني ذلك؟ فإذا الآن سنرى. فبكل بساطة، إذا قمت أنا بإنشاء هنا function، هذا الفانكشن مثلا أريده أن يقوم بجمع الأرقام من رقم معين حتى الزيرو مثلا، فبكل بساطة يمكن أن أقوم بذلك، فأسميه مثلا sum to n، وأقوم بتزويد هذا الفانكشن بنمبر. طبعا إذا كان هذا النمبر هو 0، فأنا بكل بساطة أريد إعادة هذا النمبر return 0 إذا كان النمبر 0، جيد. غير ذلك، فأنا فعليا أريد أن أقوم بإعادة الرقم الحالي الذي هو النمبر، وسأقوم أيضا بإعادة مجموع الأرقام السابقة، وبالتالي هنا سأستدعي sum to n مجددا. لاحظوا أنا أستدعي sum to n في نفس المكان في داخل الفانكشن نفسه، فهذا هو recursive function يتم استدعائه ب، هو يستدعي نفسه وماينس واحد. فماذا هذا الكود؟ ما هو هذا الكود؟ فإذا دعونا نرى. فالشيء الذي يحدث مثلا، أنت أدخلت رقم مثلا، دعونا نقول واحد، أدخلت واحد، فسيأتي هنا، هل واحد يساوي زيرو؟ لا، سيذهب إلى هنا، فإذا اجمع الواحد مع ماذا؟ مع calling الفانكشن sum to n، مع نتيجة sum to n أو sum to n، نعم، الذي هو واحد minus واحد، إذا minus واحد التي هي zero، بدل عفوا zero، فأصبح الرقم الآن zero. سيأتي سيعود هذا الفانكشن، سيعود calling استدعاء نفسه، أو اسمه recursive أو اسمه استدعاء ذاتي، سيستدعي نفسه من جديد، هل هذا النمبر 0؟ نعم، وبالتالي return 0. فبالقطوة رقم 2 سيجمع 1 زائد 0 والجواب سيكون 1. فإذا هذا الفانكشن يستدعي نفسه مع نفسه. طيب ماذا لو مثلا أدخلت الرقم 3؟ فالرقم 3، هل 3 تساوي 0؟ لا، فسيجمعها مع ماذا؟ مع الفانكشن sum 3 minus 3 minus 1 2، فبالتالي هذه 2. فإذا بالجولة الثانية سيأتي 3، والآن مجموع 2 هنا، فإذا هل 2 تساوي 0؟ لا، فماذا سيجمع؟ سيجمع 2 زائد sum 2 minus 1 1. بالجولة التالية سيجمع 3 زائد 2 زائد هل 1 تساوي 0؟ لا، سيجمع 1 plus sum 1 minus 1 0. وبالجولة الأخيرة
سيجمع 3 زائد 2 زائد 1 زائد 0، وبالتالي النتيجة ستكون لدينا 6. واضح؟ ستكون 6. وإذا أردت التأكد فبكل بساطة سأقوم بconsole.log sum to n وسأختار الرقم 3 الذي يفترض أن تكون نتيجة 6، فإذن reload f 6. جيد؟ فإذن هذا هو الفانكشن الريكيرسيف، يعيد نفسه بعد ذات نفسه أو يعيد استدعاء نفسه. طبعا أيضا مثال آخر لهذا الموضوع هو الفكتوريال أو المضروب الرقم. فبكل بساطة أنا سأقوم بالشيء، سأكتب هنا فكتوريال، وهنا النمبر سيكون هو عبارة عن النمبر، هنا سنتركه كما هو، وسنقول إذا كان هذا النمبر يساوي 0 أو هذا النمبر يساوي 1 فنريد أن نعيد هذا النمبر أو نعيد 1. لماذا؟ عفوا نعيد 1. لماذا؟ لأن مضروب الزيرو هو 1 ومضروب الواحد هو 1. للتأكيد لمراجعة الموضوع، فإذن الفكتوريال هو إشارته بهذا الشكل، الرقم ثم إشارة تعجب إذا كنتم تتذكرون. وهذا الرقم، هذا الفكتوريال ماذا يفعل؟ يضرب الرقم الحالي بالرقم الذي قبله وثم بالرقم الذي قبله أو حتى يصل للواحد، وهذا هو الأصح، حتى يصل للواحد. وبالتالي فكتوريال الثلاثة هو أيضا يساوي 6. نفس الشيء مثلا إذا قمنا مثلا بفكتوريال الأربعة، فبالتالي هنا سيضرب 4 ضرب 3، وبالتالي الجواب هنا 24، صحيح؟ 6 ضرب 4 24. فإذا أريد أنا فقط أن أحول هذا الفانكشن الذي كتبته قبل قليل لفكتوريال حتى يتم أيضا إنشاء فانكشن يعيد استدعاء نفسه، فإذا هنا ريتيرن 1. أما إذا كان ليس 1 فنريد أن نعيد الرقم مضروب بفكتوريال الرقم ماينس 1. وبالتالي بناء على الفكر الذي بنيناه أو بناء على المعلومات التي أوردتها، فإذا كتبت الآن console.log factorial الأربعة يفترض أن يكون الناتج 24، فإذا بالفعل 24. لكن الفكرة أن ليست فكرة أن هذه الفانكشنز هي من الأساسيات وتستخدم بهذا الشكل البسيط وليس لها استخدام فعلي أو استخدام في الحياة الحقيقية. بالفعل لديها استخدام في التطبيقات العملية، وخاصة عندما نريد أن نتعامل مع الديتا التي لدينا. فمثلا أنا سأقوم الآن بنسخ ولصق ديتا تعاملت معها في وقت سابق، طبعا هذه مثال عنها لكن هي نفس الستركشر، فأنا فقط أقوم الآن بنسخ ولصق. إذن هذه الديتا ماذا تحتوي؟ هذه تحتوي على، هي عبارة عن array وتحتوي على object هنا، وهذه الobject فيها أسئلة، كل object من هنا هي عبارة عن أسئلة. معلومة سريعة جدا، أو ليس معلومة، نصيحة يعني، أو يعني نصيحة ربما تعتبرونها نصيحة بسيطة، هو أن عندما تتعاملون مع هذه الأمور فكروا فيها كحياة، كأي موضوع تفكرون به بالحياة، ليست هي موضوع مجرد، دائما اربطوها مع الشيء الموجود في هذه الحياة. فإذا أنا الآن لدي array، لكن هذه الarray ككلمة برمجية أسميها array، لكن ما هي؟ هي قائمة من العناصر، لدي قائمة من العناصر، وكل عنصر من هذه كل عنصر من هذه القائمة هو أيضا يعطيني معلومات أخرى. يمكن أن يكون قائمة، يمكن أن يكون عنصر واحد، لكن لديه أكثر من خاصية، وهذا الذي اسمه object. فإذا الobject هنا لدينا معلومات عن موضوع معين. فإذا هذه القائمة الديتا التي لدينا هي عبارة عن قائمة من الأشياء، وكل شيء من هذه الأشياء هو عبارة عن شيء يتم شرحه بشكل تفصيلي. فمثلا هذا الشيء الموجود هنا الذي نسميه برمجيا object، وفي جافا سكريبت object هذا الشيء يحتوي على معرف، أكيد أي شيء في الحياة له معرف معين، له اسم معين. أيضا هنا لدينا شيء اسمه question ID أو question text الذي هو نص السؤال، وهنا لدينا الانسرز أو الإجابات. نفهم من هذه الديتا بكل بساطة أن لدينا قائمة من الأسئلة، وكل سؤال له معرف وله إجابات، وليس هذا فقط، كل إجابة لها معلومات، فكل إجابة لها معرف ولها نص ولها شيء اسمه next question ID، يعني معرف السؤال التالي. فهذا سأشرحها لكم ماذا تعني.
هنالك شيء اسمه الكويز، الكونديشنال كويز او الامتحان الشرطي، او الاختبار او الكويز الشرطي. بمعنى اخر ان احيانا نريد ان نسال السؤال بشكل شرطي، ماذا يعني، او نعطي مجموعه من الاسئله بشكل شرطي. فنريد ان نسال شخص مثلا: هل قمت باعمالك اليوم؟ فاذا اجاب نعم فنريد ان نقول له: ماذا ترغب ان تكون جائزتك مثلا؟ اما اذا اجاب لا فنريد ان نقول له: لماذا لم تنجز اعمالك اليوم؟ فبناء على الاجابه سنساله السؤال التالي. وهذا هذه الداتا تعبر عن نفس الفكره، يعني اذا اجاب الشخص ازرق فنريد ان نساله سؤال رقم 2، اما اذا اجاب احمر نريد ان نجيبه السؤال 3، اذا اجاب اخضر نريد أن لا نسأله أي سؤال. ففي هذه الحالة نحن نريد مثلا أن نعرف كل الأسئلة المحتملة لهذا الموضوع، كل الأجوبة المحتملة بالنسبة للزائر لهذا الموضوع. يعني يمكن أن يجيب أزرق ثم نسأل السؤال الثاني، ويمكن أن يجيب أحمر ثم نسأل السؤال الثالث، يمكن أن يجيب أخضر ولن نسأله أي سؤال بعدها. فإذن هذه كلها مسارات. في الكود المكتوب هنا، طبعا أنا لم أقم بنسخ الكود، دقيقة لأنسخ الكود، فقط أريد أن أريكم إياه، لا داعي أن نفهم كل شيء فيه. في هذا الكود بكل بساطة تم إنشاء function. هذا الفانكشن يعطيني فكرة عن كل المسارات التي يمكن أن يأخذها الشخص. ومن بعد ذلك هذا الفانكشن، لاحظوا هذا الفانكشن موجود هنا أيضا، تم استدعائه بداخله، وبالتالي هو function recursive. كيف يمكن أن أفكر أن هذا الفانكشن سيستدعي نفسه؟ يعني كيف يمكن أن أفكر بهذا الموضوع، أو كيف أفكر أنني سأنشئ فانكشن يستدعي نفسه؟ أنا لدي تريك لكم لهذا الموضوع. بكل بساطة عندما أجد الداتا التي لدي تخاطب بعضها وتعود على بعضها البعض، فبالتالي أنا أفكر يجب للتعامل مع هذه الداتا يجب أن نستخدم ريكيرسيف فانكشن، لأن الداتا نفسها تستدعي نفسها، وبالتالي الفانكشن الذي أنا أريد أن أنشئه يستدعي نفسه. وكيف أعرف أن الداتا تريد أن تستدعي نفسها؟ لاحظوا أعزائي أن أنا في داخل السؤال الأول، وبداخل السؤال الأول هنالك معلومة بداخل كل إجابة تعود على سؤال من الداتا. يعني مثلا الداتا هنا لدي فيها السؤال معرف واحد، بالسؤال معرف واحد أنا قمت بالإشارة للسؤال معرف 2 وقمت بالإشارة للسؤال معرف 3، فأنا بداخل الديتا أستدعيها، أستدعي شيء من الديتا بجزئية معينة بمكان معين من الديتا، أستدعي جزئية أخرى من الديتا نفسها. فهذه الديتا تستدعي نفسها، وبالتالي الفانكشن الذي أريد التعامل مع هذه الديتا يجب أن يستدعي نفسه. فإذن هذه هي طريقة للتفكير. مثلا إذا أردت أن تنشئ شيء بهذه الديتا، أنت لا تعرف كيف ستفكر بالموضوع، ربما يكون الإجابة من هذا النسق أن الداتا تستدعي نفسها، بالتالي أنا بحاجة للفانكشن يستدعي نفسه. فطبعا أنا لو قمت الآن بتنفيذ هذا، لاحظوا سينتج لي array فيها كل الإجابات المحتملة للشخص. فمثلا إذا أجاب أزرق ثم سيتم ثم أجاب كلب ثم أجاب صيف، فإذن هذه هي الاحتمالات. لاحظوا إذا أجاب green بالبداية لن يتم سؤاله أي سؤال، والسبب أن في ال هنا green next question لا يوجد شيء. طبعا لا أريد أن أقوم بشرح هذا الشيء المكتوب هنا لأن ذلك يمكن أن يأخذ وقت، وعادة هذه الفيديوهات قصيرة، لكن هذا الفيديو كان نوعا ما طويل بالنسبة للفيديوهات السابقة الخاصة بال موضوعات جافا سكريبت عامة. لكن أتمنى أنكم استفدتم وعرفتم أن المعلومات الأساسية الخاصة التي تعلمونها ليست هي فقط أساسيات وسنضعها جانبا، أيضا هي تستخدم، يمكنك أن تستخدمها بتطبيقاتك القادمة، ويمكنك أن تضع لها استخدام مفيد. فإذا شكرا للمتابعة، نلتقي لاحقا، مع السلامة.